فين كان سيدي جات لعند القائد اليوم في الصباح يوم الاحد قال لك سيدي غادي يعطيكم خصو لان عندي كاري انا عندي كاري هنايا كاري خصو غدا خصو يخرج خصو يخوي وقال لك غادي يعطيوك الظرف اما قلت لنايا اولا تخرجها الباليه اولا يعطيوك شي ظرف فين تسكن حتى توجد هادي اولا ردوا لك فلوس هادشي اللي كاين ودابا هضروا معايا نهار الاثنين باش نمشي عندهم القياده البني هنا ماشي مزيان لا البني هنا ماشي مزيان راه ديك كتشوف مهدد كامل كامل راه تدور بالعمارات وتشوف وتدخل لكابات فيهم انا بدي دابا عندي الديب في السطح كيهون لي المغرب في الحيط ماشي شي حاجه زعما هو هادشي ماشي شي بني زعما ولدي هو قضى وصافي انا دابا هادي خسرت عليها 5 ملي تدخل عليها خسرت عليها 5 ملي خسرت عليها دابا طاحت عليها 30 مليون باش تحط ودابا الى بغينا غيعطيو شحال غادي يعطيو غادي يعطيو 20 مليون باش تسدي على الشركه هي اللي في يدك الا عطاوها لك في الوقت دابا عطاوها لك شي راه موجود دونك غيعطيني هو الدار اللي بغا وفينا هي راه توجدت شهر 8 ولا 12 ياك اخاي مي دابا حنا دابا حاليا حنا خصنا نديرو فين غنمشي فهمتيني الناس ديال الضحى تيقول لك مشي قلب على الدار ماشي تما تمشي انا غنعطيه دار ملي خسرت عليها 7 المليون وهو غيجي ياخذها ويقول لي سيري دبري على الكره ما يمكنش دابا خرج قرار بالافراغ وانا ما سنيتش الافراغ وما غاديش نخرج اصلا حتى الناس ديالنا ما غاديش يخرجوا واش فهمتيني هاد الهضره خصهم دابا نتغداو شي هادشي واش كاين لا نعرف دابا حنا عندنا مشكل ما حنا كلشي افراغ خرج مالي انا كاريه ما كنخلصش الكره ديالي ولا لا داري داري ملك يعطيني ملك نخرج من دابا ما يعطينيش ما غاديش نخرج باقي ما تفهمتوش مع الناس ديال الضحى الناس ديال الضحى كيتلاعبوا بينا السلطه حاليا واقفه معنا وكاتب العام ديال الدوله كاتب العام ديال السيد الوالي ولكن حنا ما غاديش نخرجوا حنا خصنا